عودة مجددة أحبتي المشاهدين، نذهب إلى هذا التقرير حيث افتتاح سوق خيري في أربيل بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية. تفاصيل مع فاتن عبد المجيد. بخطوة مهمة لنشر ثقافة التعاون المشترك، افتتح في أربيل سوق خيري لبيع المنتجات الغذائية والعصائر وأنواع أخرى بدعم من لجنة سيدات السريان في كنيسة أم النور، ليقدم ريعها للعوائل المحتاجة بمناسبة أعياد رأس السنة. احنا سنوياً نقيم هذا المعرض لمنفعة الفقراء قبل أعياد الميلاد. أكثر الناس تتبرع اللي قاموا بالعمل هي لجنة السيدات، والرصيد راح يكون إلى صندوق الفقراء. فهذا السوق تشوفينه عمل البنات، عمل السيدات، عمل أولادنا الشباب. عملنا هذا البزار هو سوق خيري دعم كله للفقراء، وكل هذا الأكل من جميع الأنواع، من كليتشة، من دولمة، من كباب، من لحم بعجين، أي يعني هسه تشوفوا هذا السوق كله إحنا اشتغلناه هنا بالقاعة. هذا السوق جاء ليحقق التعاون ومساعدة المحتاجين، فقد ساهم في هذا السوق عرض من الأعمال الفنية كالرسم والإكسسوارات وأعمال أخرى، وذلك لتقوية أواصر العلاقات الاجتماعية ومساعدة الآخرين. فعن طريق السوق الخيري قدمنا مشروعنا الصغير اللي هو الهاندز ميد، ممكن هالشكل راح ينتشر أكثر، الناس تشوف، ناس تتعرف أيضا على هذا الشيء اللي دا نسويه اللي هو الريزن، اللي هو فن جديد يعتبر داخل إلى العراق. حلو دعم الفقراء للكنيسة، سوق خيري لكل مشارك بينه، السيدات من نور مشاركين بينه لقاء أبناء السلام. حلو دائما بالكنيسة نحن شغلات للأطفال، من الكريسماس اشترينا، أكل اشترينا. أثنى الحضور والمتبضعون على أهمية هذه التجربة، مؤكدين دعمهم لها ولجميع المبادرات الإنسانية التي تسعى لمساعدة الآخرين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، فاتن عبد الرزاق، أربيل.